الحمد لله رب العالمين، الحمد لله جعل العلم نورا للعباد ورفعة لأهله وحملته في الحياة الدنيا وفي يوم المعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه عن الشركاء والنظراء والأنداد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، الداعي إلى الحق والهدى والسداد، الناهي عن الشر والضلال والفساد، صلى الله عليه وسلم وصحبه الخيار الأمجاد. أيها المؤمنون، عباد الله، اتقوا الله فإن تقوى الله عز وجل خير زاد. قال الله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله سبحانه وتعالى يرفع المؤمنين ويرفع الذين تعلموا العلم ويرفع أحباب العلم الطالبين للعلم بإخلاص. ونحن على مشارف بداية موسم دراسي جديد، فأحببنا أن نذكر أنفسنا بفضل العلم عند الله عز وجل وفي الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، الحديث أخرجه الترمذي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف يحببنا للعلم، هذه المعاني السامية للأسف التي اختفت من مدارسنا واختفت من بيوتنا واختفت من مساجدنا، فنزعت البركة. والقليل الآن من تجده يهتم بالعلم. أما رسول الأنام عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل له الله طريقا إلى الجنة. يا أيها التلميذ، يا أيها الطالب، يا طالب علم، مهما كنت العلم الذي تدرسه عندما تخرج من بيتك قد سهل لك الله طريقا إلى الجنة، رك في سبيل الله عز وجل حتى ترجع. تحمل التعب، تحمل الشقاء حتى يزقك الله تعالى النجاح. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. سبحان الله العظيم. يا أيها التلميذ، يا أيها الطالب، في الابتدائي، في المتوسطة، في الثانوية، في الجامعة، في التكوين، الملائكة تبسط أجنحتها لك. على لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن بالعلم تتقدم الأمم، بالعلم تملك سلاحك، بالعلم تملك غذائك، بالعلم تملك لباسك، بالعلم دير الدواء تاعك. الآن كل الأشياء نستوردها من الغرب لأنهم تقدموا بالعلم، أما نحن فتأخرنا بالجهل ولله المشتكى. و
في القرآن الكريم لم يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يستزيد من شيء إلا بالعلم. قال الله عز وجل: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. قال القرطبي في تفسيره: فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه كما أمر أن يستزيده من العلم. لو كان حاجة أفضل من العلم ربي سبحانه قال نبيه عليه الصلاة والسلام اطلبها، قل زدني منها، ما كانش حاجة واحدة. وقل ربي زدني علما، ربي زدنا من علم نافع إن شاء الله. هذه المعاني التي أحببنا أن نوصلها إلى أبنائنا. إنسان لما يروح يقرأ راح يقرأ، راح يتعلم، مش راح يلعب، راح يتمسخر بالأساتذة، راح مش عارف من الصباح ينوض هو يتيل بشعره، واحد لابس لبسة أعزكم الله، ما ليش عارف شم دائرة. أيها الأولياء انتبهوا لأبنائكم، هالطفلة هذه رايحة تقرأ ولا رايحة حفلة عرس؟ ماذا تلبس هذه البنت؟ راه مسؤول عنها. أيها الأب أنت مسؤول أمام الله عز وجل عن ملابس بنتك، مسؤول عن أخلاق أولادك، عن ملابس الأبناء، عن تصرفاتهم. إذا راح تقرأ مش كل حاجة أخرى، شوف فضل العلم. ربي يهدينا الخير إن شاء الله. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعلموا العلم، لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتحدثوا به في المجالس. تتعلم العلم مش تهز كتافك وتقول أنا عندي الدبلوم الفلاني وعندي الشهادة الفلانية. تعلموا العلم، لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتحدثوا به في المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار والعياذ بالله. حديث رواه ابن ماجه والبيهقي. ولهذا قيل في الحكمة: العلم ثلاثة أشباب، العلم ثلاثة أشباب، فمن أخذ بالشبر الأول تكبر، ومن أخذ الشبر الثاني تواضع، ومن أخذ الشبر الثالث عرف أنه جاهل ولا بد أن يطلب أكثر. من أخذ الشبر الأول من العلم اللي شرب شربة خفيفة، ربما حتى متخرج من الجامعة، ربما حتى عنده دكتوراه، لكنه يتكبر على الناس، يحسب روحه باللي راه وصل لخلاص للبلافون، ما كان حتى واحد يعرف كيفه. هذا أخذ الشبر الأول من العلم، هذا يتكبر، تكبر على الناس. وفي سورة الكهف كل جمعة نقرأها، لما موسى عليه السلام علاه رحل الخضر، لأن موسى عليه السلام وقف في الناس خطيبا، فسأله أحد الناس قالوا: يا نبي الله من هو أعلم الناس؟ قال موسى عليه السلام: أنا. قال موسى عليه السلام: أنا كش واحد، أنا نبي وكلم الله، كش واحد اللي عرفتي فيه. فأراد الله تعالى أن يعلمه، قال له: روح للخضر، روح للمكان الفلاني، ستجد عبدا من عبادنا أتعلم منه. من أخذ بالشبر الأول تكبر، ومن أخذ بالشبر الثاني تواضع، ومن أخذ بالشبر الثالث ماذا؟ عرف أنه جاهل، وأن هذا العلم هو مثل البحر، مهما شربت منه لن تشبع. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أقول قبل هذا واستغفر الله لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يا طالب العلم شوف ماذا أعطاك الله عز وجل هذا العلم، لو تكن مميزا
سيفيدك في حياتك ويفيدك بعد مماتك. أعطاك الله تعالى مكانة عالية إذا أخلصت النية. ولهذا اسمحوا لي أعرج على آبائنا الأفاضل أننا نصحح نيتنا. نصحح النية يا جماعة، صحح نيتك من غدوة، نهار ثلاث، نهار الأربعاء، رايح ولدك يقرأ، رجل الموجة، رجل الله فالكون استع قلبك على واه، وش تدير؟ أنت ولدك وش راح تدير؟ ماذا تريد منه؟ راح تبعث المدرسة وش تدير؟ شتي تهنى منه؟ المهم على بالك بيها في المدرسة، ولا نية أخرى، دير نية حسنة، أن هذا التلميذ، أن هذا الابن اللي راك تشوف فيه الآن صغير في الابتدائي أو المتوسطة أو الثانوية، لعل الله عز وجل يفتح عليه بالعلم النافع فيفيد أمته. دي النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت وش نويت في قلبك؟ غير روح يقربك حسيدي، إنه يقول إن شاء الله ولدي يكون حاجة مليحة، حاجة نافعة الأمة نتاعه، مش ينفعك انت وحدك. نية حتى الإنفاق، حتى الإنفاق إخواني الكرام، صحيح المعيشة غالية والأمور صعبة، ورب يكون في عون جميع الأولياء إن شاء الله، اللي عنده ثلاثة وأربعة وخمسة يقرأوا رب يكون في عونه، لكن لا تنسى إخلاص النية عند الإنفاق. أنت تشري في الأدوات، أنت تشري في اللبسة، قول يا ربي راهي ليك، يا ربي راني شاتي كفي وليداتي، يا ربي شاتيهم ينجحوا، شاتي ربي يفتح عليهم بالعلم النافع. لا تتأفف، ما تقولش كلش غالي، هذه الحية كل طائرة وما لحقناش، ماشي عارف، خلاص هلكتها، هلكتها. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أفضل الصدقة درهماً أنفقته على أهلك. درهماً أنفقته على أهلك، صرفت مليون أدوات على وليداتك، ربي يكون في العون، وربي يتقبل منك، وربي يبارك لك فيها إن شاء الله، لكن أخلص النية، أخلص النية يبارك فيها الله عز وجل، ربي يهدينا الخير إن شاء الله. الشيء الثاني هو التعاون، التعاون بين الأولياء والمؤسسات التربوية. بعض الأولياء من نهار اللي سجل ولده ما يجيش يحوس عليه. اذهب وراقب ابنك وتابعه واسأل عنه. هذا ابن خاصة في الابتدائي والمتوسطة، أنا أقول خاصة في الابتدائي والمتوسطة وبعضا من الثانوية، راه مازال صغير، فيحتاج إلى متابعة ويحتاج إلى مرافقة ويحتاج إلى مراقبة. لا نهمل هذا الجانب إخواني الكرام، لا نهمل، هو جانب مهم جدا. واحد يسأل على وليداته ويقرأ وما يقرأوش، يوصي وليداته بالكلمة الطيبة بالكلمة الحسنة، يكسبهم يراقبهم يتابعهم، حتى إن شاء الله نأمل خيرا أن يخرج وليداتنا إن شاء الله ناجحين، ربي ينجحهم إن شاء الله، ربي يوفقهم. ونعلم، نعلم أبناءنا احترام من يعلمهم. أنا قال لك في ولدك ممكن ندير حاجة مليحة، ماهيش مليحة معاه، وراني بشر مانيش ملائكة، ممكن نغلط معاه، لكن من فضلك عتقول كلمة لا تقولها أمام ابنك، لأنك تحطم احترام المعلم والأستاذ في نظر ابنك. معلم هذا والاستاذ هذا دوك نروح نعت له، والاستاذه هذه كيفاش تضرب دوك نروح نعت لها، خلاص بيخلف، لن يحترمها ولن يسمع كلامها ولن يسمع كلام من يدرسه. وان كانوا اهل اليابان ليسوا مسلمين، لكن هناك حكمه تقول في اليابان اجعل بينك، هذا واحد يوصي في ولده، يا بني اجعل بينك وبين معلمك سبع خطوات، خلي سبع خطوات بينك وبين المعلم تاعك. علاه؟ المعلم تاعك اللي قريك في القرآن، المعلم تاعك اللي قريك في المدرسة، اللي قريك في التكوين، المهم يعلمك، ولو إن شاء الله راهو أقل منك في السن فهو معلمك. يا بني اجعل بينك وبين معلمك سبع خطوات حتى لا تقع رجلك على ظله.
باش ما تلبسش على الظل تاعو. عندما تعود في أسرنا وفي مجتمعنا احترام الأستاذ والمعلم سوف ترجع للمدرسة مكانتها. ربي يرجع وليداتنا إن شاء الله جميعا. الله